عايزة أنتقل معاك لمشهد مهم عشناه في الساعات الأخيرة، وحابة جدا أعرف تعليقك عليه. كيف رأيت هذا المشهد؟ كيف رأيت مشهد سقوط، مش عارفة بقى هو سقوط ولا إسقاط، بس هو سقوط، لا مش سقوط، طائرة رئيسي. الرئيس أنا شخصيا رئيسي. بعتبره اغتيال. امبارح مباشرة أول ما صار كتبت من بعض الأصدقاء هذه اغتيال، وتقدير الشخصي أنه دولة الاحتلال مش صراع داخلي كما يقال. أنا النهاردة يعني الحلقة كلها، نص الحلقة الأولاني كان عن الموضوع ده، ولكن أطراف كتير من إيران قالت لا، ده لا نعتقد أنه إسرائيل لها علاقة بالموضوع، ولكن ربما يكون عناصر داخلية. ثلاث طيارات كانوا مع بعض، واحدة فجأة وقعت، تنتين كملوا الطريق. يعني حتى من باب الأخلاق وقف شوي، شوف الزلمة شو صار له. بعض الفنيين حكوا أنه هذا مش تفجير، لأنه تفجير مبين تطلع نار، أو لو سقطت كمان تطلع نار. سقوط مباشر يعني الخلل في المروحة. إذا هذا عمل يدوي. عمل يدوي. يدوي طبعاً. خرب أحد المراوح التنتين تبعت الهليكوبتر. وهي الطائرات يعني رئيسية، مش طبعاً. بس دي قديمة، وقال لك أمريكا ما بتديش قطع غيار ليها، وهي أمريكية. طب ليش طلعت فيها؟ كان لقيت غيرها. ما عندهمش أسطول الطائرات، عندهم متهالك لأنهم مواقبين. ورجع من بلد من أهم حلفاء إسرائيل، أذربيجان طبعا، حليف لدولة الكيان. أنا بعتقد أنه اغتيال مربك للمشهد. وأنا شخصيا تفسيري أنه إسرائيل تريد أن ترد اعتبارها، لأنه أمريكا قيدت إليها إبريل. لما صارت الرد، إسرائيل إيران عملت، بلغت امريكا بدنا نرد، امريكا وافقت لايران، ولكن قيدت ايد اسرائيل في الرد على الرد، وظلت كامنه. اسرائيل بتخربش الان في اكثر من زاويه. وابراهيم رئيسي وقتها حذر وقال تصريح شديد اللهجه انه لو اسرائيل عملت اي حاجه او اي رد هيبقى مش هنمحيها من عندنا. بعيدا عن تصريحه، هي تريد اسرائيل ان ترسل رساله انه يدنا طويله تصل الى احد رؤساء الهرم. هذا الرقم اثنين في الدولة، يعني بعد خامنئي رئيس الدولة. والطيارتين التانيين راحوا فين؟ لأنه وصل قبل هيك لعلماء، اغتالوا علماء. أيوة طبعا. يعني عالم راح، علماء كبار يعني مهمين، يمكن بالناحية العملية أهم من الرئيس، بالأخير الرئيس بيلاقوا أي واحد، بس عالم مش كل يوم بتلاقي عالم. ولكن العرب والناس بتحب الألقاب. بس هو مش عربي. لا لا، بقول لك احنا بنحب الألقاب عادة، يعني بقول لما بموت واحد عالم بنقول مات واحد، يموت رئيس مات رئيس، تفخيم، مع انه هذاك قد يكون اهم. يعني مش كلهم بيجيب عالم، يعني احمد زويل عالم. ايوه بس الرئيس ده يعني الصورة بتاعت هي البلد. عشان هيك اسرائيل اعلى قمة، اسرائيل اختارت البلد. رمز من رموز السيادة في ايران، يعني رئيسي رقم اثنين في ايران بالضبط. واختار، انا برأيي الاختيار هي رد اعتبار، رد اعتبار للتقييد الامريكي اللي صار، ورد على مفاوضات امريكا غير مباشره مع ايران في عمان عشان الملف النووي وبعض الملفات الاقليميه. امريكا بتعمل ترتيبات مع ايران خاصه عكس ما كثير الناس بتعتقد، يعني في هناك اتفاقات متبادله، يعني كلاهما استفاد من الاخر، تقاسم نفوذ في اكثر من منطقه. في العراق مثلا اتفاق على ما بعد اسقاط صدام، كان تقاسم نفوذ امريكا ايران، وعملوا تغيير في النظام وتركيبة النظام. نعم. يعني الآن في لبنان هناك في تواطؤ بشكل أو بآخر على الوضع، في البحر الأحمر تواطؤ واضح. وبالأساس المستند أنا برأيي دائما وخلته من أشهر. نعم، يعني أنت في رأيك إنه اللي حصل، أنا برأيي اغتيال قامت في إسرائيل. قامت به إسرائيل. هذا شخصيا أنا هذا رأيي. النهارده كلام كريم خان في بيانه لما قال ابعدوا، يعني الدول ما تضغطش على المحكمة، يعني بيخليني أسأل من يحمي قضاة محكمة العدل الدولية ومن يحمي قضاة الجنائية الدولية؟ ما هو يعني إسرائيل فيها جيش وفيها موساد. هو حكاه بالمناسبة وأمريكا فيها جيش وفيها سي اي اي. مش من اليوم حكى هذا الحكي، حكى قبل اللي طلعت المذكره تبعته. حكى قبل 10 ايام وقال انه هناك القضاء يصلهم تهديدات، هناك تهديدات محكمه جنائيه، ولكن ذلك لن يمنعنا عن اصدار المذكره. هذا دليل انه المساله مسبقه، يعني مش من الان. ما في محكمه في العالم، وهذا بيعكس قديش اسرائيل خايفه، لانه اكيد مش الفلسطينيين اللي هددوا، يعني مستحيل، يعني احنا شو نمتلك قوه نهدد؟ اللي بهدد امريكا واسرائيل. اذا هم مدركين خطوره مسار هذه المحكمه، التاريخ على دوله اسرائيل، عكس ما البعض يعتقد، يعني فلسطيني عادي لا يمثل اضافه. تمام.